جهات قطاعية وفيما يخص الموانئ لا توجد لدينا مواد خطرة في الموانئ، وهذا الموضوع موجود وبأدلة. هذه أوراق اليوم احنا عندنا. تمام؟ نعم هنالك مواد سامة ويتم إحالتها بشكل سريع جدا إلى أماكنها اللي يمكن يعني يحتفظونها أو يتم الحفاظ عليها. أما فيما يخص الشركة العامة لموانئ العراق وأكدت هذا الموضوع من خلال بيان واضح جدا أنه هنالك إجراءات من قبل الشركة العامة لموانئ العراق بالتعامل مع هذه المواد اللي أصلا هي مواد غير خطرة. وكذلك فيما صرح به السيد ياسر حسين النائب حر بتصريحه وحر بإجراءاته، وبالنتيجة هو هي جهة تشريعية. اليوم لا ننسى أنه الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي هذا اعتبر رسمي من وزارة النقل لتصريح السيد ياسر حسين. أنا حكيت أنه الموضوع بجنب سياسي فأتكلم باسم الشخص أنه سيد ميثم صافي أنه الكثير من الأساتذة اتخذوا من وسائل الإعلام أنه هي كدعاية انتخابية لربما، أو يكون هنالك الفيصل بيننا وبين هذا الكلام هي اللجان التدقيقية والتحقيقية اللي توقف على أرض الحدث وتتأكد من هذا الموضوع. لحد الآن كان هنالك بيان واضح من محافظة البصرة وكان يوضح أنه لا توجد هنالك مواد خطرة في ميناء الفا وكذلك ميناء القصر وغيرها من الموانئ اللي عندنا. بالنتيجة هذا